ما حكم هذا الدعاء: اللهم ليس في الوجود ربا سواك فندعوه؟ غير وارد، ما ورد هذا، نحن ندعو بما ورد، ولا ورد فيما أعلم ليس في الوجود رب سوى. صحيح وليس في الوجود رب سوى، لكن الدعاء توقيفي لأنه عبادة، فلا ندعو إلا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد في القرآن أو في السنة. نعم.